خد الدجاج بالزيتون والريحان. طيب عندي افخاد دجاج، ريحان، زيت زيتون، عندي ملح، فلفل، طماطم، ثوم، زيتون، بصل، بهارات، ملح وفلفل، وجبنة شيدر مكعبات. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ممكن تطلع حلوة وممكن تطلع حلوة. ده زيتون لازم اخليه كده اهو. ونعمل ايه؟ ادي الزيتون مشكل، ادي الريحان، ادي توم. خلي بس بصينا عشان نعمل صلصة ليها. ادي بهارات مشكلة، قال لي هتعك من اولها، قلت له ماشي. وادي جبنة مش مكعبات بقى، لا ما احنا ايه هنعك بقى زي ما قلت لكم كده اهو. بس كفايه دول، عايزهم على جنب. واللي بتحط لهم ملح. ادي الليله البيضة، انت عايز تبوظ الدنيا ليه بس يا عمي؟ ملح اللي حطه، ما هي كلها مملحه. ربنا يهديك عليا يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله. دخل الفراخ في الفرن. ادي زيت زيتون، بصل وتوم مفروم. بنعمل الصوص بتاعي اهو. اهو. كده. وادي الطماطم اللي انا قشرتها. دي طماطم اللي انا بكسرها عشان اعملها كاسيه كده اهو. وادي مكعب المرق عشان يطعم لي الصوص. يا عمي محمد، بتدلع انا ماشي.